تلقينا نبأ إلغاء أحد قرارات الاتحاد الولائي لأنه غير مؤهل ومنعدم الصفة من طرف العدالة، وعليه كقائد أموالية نطالب بي إلغاء جميع القرارات الصادرة من طرف الاتحاد الولائي بعد نهاية العهدة. ثانيا، تجميد الرصيد البنكي للاتحاد الولائي لغاية عقد مؤتمر الولائي وتنصيب أمانة ولائية جديدة. ثالثا، فتح تحقيق حول مصير القطعة الأرضية الكائنة بحي بحرارة وأسباب تأخر إنجاز المقر الجديد بها. رابعا، نطالب بتجميد عضوية النقابيين الذين تسببوا في عدم استقرار الاتحاد بالجلفة مهما كانت صفتهم. خامسا، نطالب بوضع سيارات الاتحاد الولائي بالحاضرة لغاية انتخاب أمانة ولائية جديدة. لاحظنا استغلال السيارات من طرف ناس وهم مخالفين للقانون، ونطالب بفتح تحقيق في الموضوع. سادسا، كما نتمسك بجميع المطالب المرفوعة خلال البيان رقم 1 ورقم 2، نطالب بإبعاد الوجوه القادمة من المشهد النقابي لأن الجزائر جديدة بحاجة لوجوه جديدة. ثامنا، حان الوقت ليكون منصب الولائي من نصيب أحد أبناء ولاية جلفة. اتحاد ولائي ديغاز، اتحاد محلي ديغاز، اتحاد ولائي ديغاز، اتحاد محلي ديغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كلمة واحدة نزيد، أنا نطالب بتجميد الاتحاد الولائي إلى حين تشكيل لجنة مؤقتة لتحضير المؤتمر. هذا المطلب نتاعنا، حبسوا الاتحاد الولائي بيديروا لجنة باه تحضر المؤتمر، يجمدوه حتى نجمو راه قضايا بالعدلة. ما عندناش احنا، كان عندنا وعندنا ثقة في العدلة وعندنا ثقة في الأمن العام. اتحاد ولائي ديغاز، اتحاد محلي ديغاز، اتحاد ولائي ديغاز، اتحاد محلي ديغاز، اتحاد ولائي ديغاز، اتحاد محلي ديغاز. بارك الله فيكم. بالجملة في حق الفروع النقابية، في حق مكاتب التنسيق، وعندما أقول مكاتب التنسيق هنا أذكر عميد النقابيين بولاية جلفة الأخ والحاج أبو الأنوار الصدق رئيس مكتب التنسيق الولائي لعمال التربية بالجلفة، وبتواطؤ أقولها وأتحمل مسؤولية بتواطؤ من بعض أمناء الأمين العام للاتحادية الوطنية الذي أقصانا كمكتب واستبدل بمكتب آخر غير شرعي، ومما دعانا أيضا النقطة التي دعتنا إلى هذه الوقفة هو وعد الأمين العام بأن وضعت التصرف أو الانتدابات. أنا سمعنا بالبارحة بالانتدابات وصلت إلى مديرية التربية لأشخاص لم يسبق لهم، بعضهم لم يسبق لهم حتى العمل النقابي ولو سنة خيرات ولو سنة، وأقصيت إطارات من الذين قالوا نريد التغيير، لا نريد بقايا سيدي سعيد، لا نريد بقايا العصابة. إذن أنا أقول للأخ الأمين العام، نحن بانتظار الوعود التي وعدتنا بها، نحن بانتظار الوعد الذي وعدتنا به، وقلت بعظمة لسانك بأن هذه التجاوزات لو تكون قنطارا أو جبالا سأزيلها وأرجع الحق إلى أصحابه. مرة أخرى نناشد الأخ الأمين العام بأن يتدخل في هذه إرجاع الحق للمظلومين وارجاع الاتحاد الولائي الى سكته الاصليه الى السكه الصحيحيه. اذا في الاخير نناشد جميع الغيورين الوقوف وقفه رجل واحد ضد هذا التعسف، ضد هذا الانتهاز، انتهازيه في استعمال القرارات والانفراد، انفراديه في القرارات. اذا مره اخرى الاخ الامين العام، نحن ننتظر ونطالبك، نطلب منك، لا نطالبك، نطلب منك كأمين عام فقط وفقط، لا نثق في أي واحد آخر. أنت كأمين عام وعدتنا ونحن في انتظار الوعد بأن تسرع وتعجل باتخاذ قرار يرجع الاتحاد الولائي إلى سكته الأصلية. المجد والخلود للشهداء الأبرار، والسلام عليكم. اتحاد ولائي ديغاز، اتحاد محلي ديغاز، اتحاد ولائي ديغاز، اتحاد محلي ديغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رقم 3، السبت 4 فيفري 2023، من أمام مقر الاتحاد الولائي الجلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، القانون فوق الجميع والعدل أساس الملك، ظهر الحق، الحق يعلو ولا يعلى عليه. تلقينا نبأ إلغاء أحد القرارات